مضى من الوقت الكثير، وجبال إب تشرئب مترقبة قدوما، وشوارع المدينة الخضراء تنشد خطوه فيها. تسأل الطرقات بعضها عن شذاه العبق الذي افتقدته. إب تمضي فارغة الفؤاد، تهوي بلا روح، تهفو لعودته غير مصدقة ما ألم بها. مضى من الوقت الكثير، وإب بلا أمن ولا أمان ولا أمين ولا روح تحيا به. مضى الجمال وظل القبح ينشر جرائمه على رقعة لوائنا الأخضر. ظل القبح غير آبه لحرمة ولا عيب ولا خصوصية. لم تعهد مدينتنا كل هذا الخراب والقتل والدمار والخوف والترويع والجرائم إلا يوم اجتاحتها الميليشيات الحوثية وقوات صالح الإنقلابية. عاشت مدينتنا بروح هويتها المسالمة المدنية كل تاريخها، حتى جاءها لصوص التاريخ وناهبو الجمال فاغتالوها برصاص الغدر وسلاح الخيانة. تعيش إب ألمها الستين ووجعها الدائم ومراثيها المستمرة بفقدان أمينها الشهيد وموت روحنا الأمين، الأمين الذي وهب روحه فداء لمدينته وصونا لكرامتها. المدينة التي رفع من شأنها وأولاها كل اهتمامه وتضحياته، مترفعا عن الحسابات الشخصية والحزبية والأيديولوجية في سبيل أن تكون مدينة للسلم والشراكة والتعايش. في ذكرى أربعينية روح إب الغائبة تحتشد الصور وتتزاحم الذكريات وتتسابق المواقف والأحداث في حضرة الشهيد القائد أمين ناجي الرجوي. سمته أقلام الأقدار أمينا، فكان القوي الشخصية والإرادة والسيرة، أمين الجوهر والسريرة والسلوك. لم يكن المجد يوما رجلا، لكنه في زمن الذل قد تمثل بك أمينا. أمين ناجي الرجوي حفر اسمه في جدار المجد وفي سفر الخالدين. روحنا الأمين الذي كان داعية سلام ورائد نضال وشخصية جامعة لا يقف عند نقاط الاختلاف ولا تعيقه معوقات التفاهم، يبحث عن جسور التقاء وممرات عبور كي يسلكها بعيدا عن حسابات الربح والخسارة والأنانية. أمين ناجي الرجوي القيادي الإصلاحي والسياسي البارز، عمل من خلال موقعه على إذابة الجليد بين حزبه والأحزاب الأخرى وتوطيد أواصر العلاقة وتعزيزها لتصبح مبادئ شراكة وتحالف. انتهج الحوار منهجا والنضال سبيلا والسلمية طريقا، المبتسم من غير تكلف والواصل لمن وصله ومن جفاه. كان منفتحا على الجميع، يؤمن بالحوار ويمارسه، يعيش للآخر ويتعايش معه، يمقت الكراهية ولا تصل الضغينة إلى قلبه على أحد، يرسم بوجهه ابتسامة خاطب بها الجميع بضرورة الإيمان بسنة الاختلاف. نعم، كان روح إب وأمانها وسر أمنها وأمينها وأمنية أمه التي اغتالتها ميليشيا لصوص الحياة يوم أن فرقت بينها وبينه، يوم أن صادرت حلمها فيه واستدعته للموت ماشيا على قدميه، وفجعتها به بعد أن قتلته بأيدي الإثم وأدوات الحقد الدفيء. أنا أقول يعني والمدينة الأمنية موجودة على حدود الأمن المحافظ، مرحلة تحتاج إلى خطة استثنائية، ما هي دور يعني في هذه المرحلة وما هو الدور الذي يمكن أن نقوم به نحن جميعا حتى نتجاوز ما نحن. أمن إب وأمانها الذي استقبل مدير أمنها المعين للتوه آنذاك بقرار جمهوري
تحت ضغط صرخات الموت وشبح البندقية، استقبله ناصحا له بتطبيق النظام والقانون على الجميع كي ينعم الجميع بالأمن، وعارضا عليه خدماته كشخص وكحزب ينتمي إليه وكتكتل مشترك في إنجاح مهمته في ترسيخ دعائم الأمن في المحافظة. وناقش اللقاء يعني الوضع في المحافظة وتعاون الجميع، وخرجنا بالتوقيع على ميثاق شرف لأبناء محافظة إيب، والذي سبق الإعداد له يعني من قبل شهور، ولكن في هذا اليوم تم تتويج هذا الميثاق بقراءته والتوقيع عليه من جميع المكونات السياسية. روح مدينتنا الذي نقموا عليه تسامحه وأغاظتهم قدرته على مد جسور الحوار وتحوله إلى نقطة ارتكاز لمكونات إب وأحزابها وقبائلها، روح إب الذي دعاهم إلى دواوين الحوار والسلام فاقتادوه إلى مخازن السلاح، ودعاهم إلى الحياة فاختطفوه إلى أقبية الموت وسراديب الهلاك. إنما لا نخاف إلا الله الواحد القهار. أقسامهم إن الذي يقلع الرأس والذي وضع وليس الحاكم. ولهذا ليست العظمة أننا نموت فكل الناس سيموتون، ولكن العظمة كيف سنموت. استشهد وهو الصادق الذي تمناها فتحصل عليها مؤمنا بالفكرة التي اعتنقها غير آبه بأي كيفية قتل. شهيدنا الأمين ذهب إلى الشهادة بقوة وحزم وإرادة، ماشيا على قدميه يسعى نحو المجد بتلك العرجة التي هي خير من آلاف الأسوياء، يتقدمهم كأنه ذاهب إلى فرح ينتظر مجيئه منذ زمن بعيد. هزمهم بثباته وأذلهم بابتسامته، وحكم على مشروعهم بالفناء وعلى ميليشياتهم بالزوال حين مات كبيرا شامخا في سبيل وطنه وفكرته ومدينته المسالمة. استحلوا دماء الجيش والأمن، استحلوا النساء والأطفال والشيوخ، استحلوا الأموال والأعراض والوطن، ما تركوا بقعة ولا محافظة ولا أرضا إلا وعاضوا فيها الفساد قتلا وتشريدا وانتهاكا لكل الأعراض ما لم تقم به أي فئة مارقة عبر التاريخ. مشروعهم مشروع الموت، مشروع الدمار، مشروع الفساد، مشروع الإفساد في هذه الأرض. ليسوا مع الشعب وكذابون، وكذاب من يصدق أنهم أتوا لمصالح الشعب، فكلامهم ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، ويقتلون الناس ويفجرون المنازل، يفجرون دور القرآن، يفجرون المدارس، يفجرون المساجد، يهدمون المنازل على ساكنيها. هل هذا من أجل الشعب ومن أجل الوطن؟ هذه هي مسيرتكم القرآنية؟ هذه المسيرة القرآنية؟ هذه علامتها قتل وتشريد ودمار وخراب؟ قتلوه وزعموا أنهم بقتله سيغتالون روح إب، يكسرون كبرياءها، يؤيدون ثورتها، يغتالون حلمها، يستعبدون رجالها، يسقطونها في وحل مشروعهم الساقط. لكن كان لأبناء إب قرار آخر، فكان استشهاد الشهيد القائد يوم ميلاد جديد قرر فيه أبناء إب ومعهم كل شرفاء الوطن قتل المشروع الذي قتله، والصورة أبلغ من الكلام. صورة مهيبة ودعت فيها إب فلذة كبدها وشريانها التاجي، ورجلا من رجال الشرف والنبل والوفاء.
جنازتك أيها الأمين تؤرخ لحظة المغادرة لينبوع القيم، وتقر انتزاع مصدر الأمان وملهم الجماهير أبجديات الكفاح. جنازتك باركت لك فوزك بجائزة الشهادة، ومنحت قتلتك وخائنيك اللعنات. جنازتك أعلنت أنه ولو غادرنا جسدك فروحك تغمرنا بأطياف النضال. ودعتك إب وداعا يليق بذلك البهاء الذي في وجهك. هاتفتك الجماهير من كل مكان أيها القائد الشهيد. لترقد روحك الوضيئة في سلام قنديلا يتدلى تحت العرش، وطيرا بيضاء تحلق في أعالي الجنان. أيها الأمين، لا أمان بدونك، ولا أمن لأحد من أعدائك بعد اليوم. لم تمت قائدنا، بل ما تزال روحا تنبض بالحب في قلوبنا، فلن ينالوا لحظة انتصار زائفة حتى وإن اقتطفوا هدوء روحنا ونقاء مدينتنا الموجعة. نم في سلام، فسائلك التي غرستها هي أشجار باسقة اليوم، ومدرستك ستصنع 1000 أمين. قتلوك حثالة العالم وسفلة التاريخ وأسياد الجرعة وأحفاد الخطيئة وسلالة المجون وصحابيك الكهوف ومرتزقة المجوس. لا غريب عليهم، لا غريب عليهم ذلك، فذاك دينهم وديدنهم، والموت ونشر الخراب والدمار هو مشروعهم. نعرف الأسماء والمناصب، نعرف الأسماء والمناصب والرتب. نعم نعرف القتلة، ومن منا في إبل يعرف ملامح البشاعة؟ نعرفهم، فمن أجسادهم العفنة تفوح روائح الموت، وفي أعماقهم تشتعل الجريمة، ويتكوم الدم، ويختبئ القاتل المطلق. ونقول لكم جميعا أن دم الشهيد أمانة في أعناقكم، أمانة في أعناقكم، حتى يقتص من القتلة وينفذ منه وينفذ في كل من خطف وشارك ونفذ في هذه الجريمة حكم الله، ويقتص ممن استدرج واختطف وغيبه وقتله. نعم، دماؤك الزكية في رقابنا جميعا، في رقبة كل حر، في ذمة كل غيور، دين على وطني، مشروع كل مقاوم، برنامج عمل لكل سياسي. سنظل أوفياء، لن يتملكنا الانكسار حين يغادر المجد ناظرنا. سنظل أوفياء للمشروع والفكرة، سنظل أوفياء للنهج والمنهج، سنظل أوفياء لشموخك، لكبريائك، لوطنيتك، لسلميتك، لثوريتك. أتدري لماذا؟ أتدري لماذا نحبك أستاذ أمين؟ لأنك روح من الله في العالمين. أتدري لماذا؟ أتدري لماذا نحبك أستاذ أمين؟ لأنك روح من الله في العالمين. أتدري لماذا نحبك؟ لأنك رمز المحبة وأطهر من 1000000 حقود اللعين. لأنك ما كنت يوما بذيئا ولا طائفيا، ولا تحمل بين ضلوعك حقدا دفين. سلام عليك، سلام عليك يوم ولدت، ويوم اعتقلت، ويوم رحلت، ويوم تكون رفيق الأمين. أتدري لماذا نبكي؟ أتدري لماذا نبكيك أستاذ أمين؟ لأنك روح لإب، وإب بغيرك ماء وطين.